Thank you.
عشان تفهموا المحاضره تمشي ازاي. انا عايز ابدا النهارده اكمل، فمش هينفع اكمل بالطريقه اللي انا بعمل بيها. فانا عملت لكم ايه؟ كتبت لكم مجموعه او اللي هي المحاضره مكتوبه بطريقه منظمه كويسه. بعد في نهايه المحاضره هتدخل صوروها تبقى معاكم كل اللي فيها مور اكزامبلز وفيها كل حاجه، وبالتالي مش محتاج انك تكتب حاجه من البدايه، وبالتالي انا ايه مش هعتمد على انا هكتب حاجه بسرعه. خلاص على اساس ان انا ادي ايه؟ معلومات افضل. يبقى دي اول حاجه الماتيريال زي ما قلت لك كل اللي ايه اللي انا هقوله مكتوب. ومكتوب بطريقه كويسه احسن ما انت هتكتب كمان. وبالتالي ما فيش داعي انك تكتب. انا بقول لك دلوقتي ما فيش داعي انك تكتب. لماذا؟ تاني حاجة برضه أحب أنوه. بالنسبة لي أنتوا بتهيألي المفروض في نظام إلكترونيك عندنا اللي هو الـ LMS. يمكن أنتوا كطلبة ما إيه ما تعاملتوش فيه. يعني طلبة الكريدت في نظام يعني الماتيريال كل حاجة المفروض أنا بعملها في المحاضرة الكويزات أي حاجة بحطها على السيستم. فالمهم انت المفروض يكون عندك باسورد انك تدخل على ال ام اس. عندكم باسورد ولا ما عندكمش؟ امال ايه هو فاتح الكورس ده لمين؟ ها؟ انا ما اعرفش اساله يعني انا ايه ما اعرفش لكن انا حملت عليه حاجات اللي هي الماتيريال كل الحاجات اللي بدات انا حملتها على السيستم. كل طلبه انا بقول لك انت لو سالت طلبه الكريدت كلهم هتتعاملوا مع ال ام اس. نعم؟ اللي هو الموقع بتاع الكليه. خلاص؟ في موقع الكليه انت المفروض بتسلكت انت يعني المين سكرين وبعدين هتلاقي ايه الكورسات اللي انت فيها كليك على الكورس ولا حاجه يفتح لك كل حاجه. انا حملت ايه عليه؟ حملت المحاضرات اللي جاي يعني الجاي اللي ايه؟ الجزئيه دي من اول الفيديو الايه كيف البوتين كل حاجه حملتها. انا مالهاش معنى ان انا احمل حاجه والطالب مش هيشوفها لان دي اوريدي المفروض دي الطالب انا بعملها للطالب مش بعملها لنفسي. يبقى دي اول حاجه انتوا تعرفوا دي ايه كده. حطيت في نفس الوقت لحظه يا شباب. يبقى كل المحاضرات اللي هي الباور بوينت محطوطه دلوقتي على السيستم اللي هو ايه الكورس اللي هو الكورس بتاعكم اللي هو الاي بي ام 211. حطيت كمان ايه تاني؟ حطيت اللي هي كل الاساينمنت اللي هو شيت 1 و 2 وكلام من ده برضه رفعتها على السيستم. وبالتالي حتى المعيدين بقى يوجهوكم ازاي تدخل على السيستم، يعني انتوا عن طريق المعيدين ولا حاجه هيقول لكم، لكن انا اوريدي حطيت. حطيت لكم كمان في حاجه اسمها اللي هي ريفرنس، حطيت لكم الكتاب بتاع هاي والمود الانسر بتاعه. الانسر بتاع هاي، يعني كل الحاجه اللي انت محتاجها موجوده عندك. وبالتالي يا ريت انك ايه هتلاقي كل حاجه موجوده عندك يبقى دي حاجه كويسه. وطبعا اي الكترونيك سيستم ولا حاجه ده بيبقى حاجه كويسه ومش حاجه ايه سيئه. بدل ما انت تدور وتبحث انت بتلاقي حاجه ايه موجوده مرفوعه على السيستم. فانتوا ايه دوروا عليها بقى وانتوا ايه دي مجهودكم مش موجوده انا عملت العلاقه خلاص. يبقى ايه تاني اللي انا بنوه عليه المحاضره بتاعت النهارده؟ الكلام اللي انا هكتبه هو اوريدي مكتوب ايه عندي وهحضركم في نهايه ايه المحاضره. او بعد المحاضره الاولى اللي هو بين البريك تروح تصورها تسيبها في المكتبه وبعد كده هيبقى يبدو قبل الفاصل بتاعك. خلاص؟ طيب. برضه الطلب الواحد يعني انا بقول لكم الحاجه مكتوبه، حاجه مكتوبه كويسه. تكتبي دي مش عارف. او انتوا تعودتوا تكتبوا انا لو في حاجه في حاجه في انا ايه في حاجات انا خلصتها ما لحقتش اعملها النهارده. لما اجي اقول لك ايه انقل دي بقى ورا. خلاص؟ يعني في الجزئيه اللي انا محتاج اتكلم فيها هقول لك انقل فيها. وبالتالي حتى الاكزامبل والكلام انا مش هتعرض الاكزامبل كتير على اساس الاكزامبل المفروض ومحلول انقل تاني. طيب المره اللي فاتت احنا بنتكلم على ايه؟ على كارتر نمبر 4 بنتكلم على الورك ضم وبنتكلم على الورك وبنتكلم على البوتنشال والكلام ايه والحاجات دي. فاول حاجه ايه من المره اللي فاتت قدرنا نستنتج ان الورك عباره عن نيجاتيف كيو انتجريتد فروم بي تو اي اي دوت دي ال. ده الكلام ده احنا استنتجناه المره اللي فاتت. طبعا الاستنتاج مش مهم بالنسبه لي انا يهمني ايه طويل. وبالتالي الجيم دي ليها ايه؟ دي ليها ايه؟ دي ليها ايه؟ دي ليها ايه؟ دي ليها ايه؟
na kerana saya nak kata. Jadi ini saya boleh, jadi dia ini supaya mana. Tapi, kalau kita bahasin atas ini, hal itu dalam form yang ini tidak sih. Jadi ada bahasa bos. Orang kerja kita ada di dalam. Lihat tu, orang kerja boleh biasa di dalam. Tiup. Biasa di dalam ini. Biasa di dalam. Lihat tu orang marfum min A, marfum min B ke A. يعني ايه انا حبيت ايه او اختارك مفترض ان انا عندي ريت فيلد كده اي ريت فيلد وانا عندي ايه سيرتين كيو بوينت تيرم كيو عايز اخرجها من بوينت بي لبوينت سي ممكن لما تيجي تخرجها ازاي تختار انت اللي سلكت المسار اللي انت هتتحرك عليه فممكن واحد يتحرك خلال المسار ده يعني ايه على الدي ال دي او واحد تاني ياخد ايه باص تاني واحد تالت ياخد باص تاني كرت كل جميع الباصات اللي انت بتاخدها هتدي لك نفس الاجابه وبالتالي سواء المسار طول او قصر انت ما تفرقش معايا اللي يفرق معايا انت بدات منين الستارت بتاعك والاند بتاعك ها خلاص وبالتالي ايه دائما وانت حتى انت لما تيجي تحل ولا حاجه طيب ممكن هتلاقي في مسائل كده هتلاقي ان يجيلك كذا مسار هتلاقي نفس المسار اللي هتتحرك عليه يجيلك نفس الاجابه المسار الثاني المسار خلاص يبقى عشان كده انا في الاخر قلت الاذر وورد ايه دبليو اللي هي الورك ده ديبند على ايه؟ على نوع المسار يعني على سبيل المثال مسار ده احنا عندنا وده بوينت ايه ايه وفي بوينت ثانيه دي ممكن واحد يتحرك ازاي يطول في المسار بتاعه يروح كده وبعدين يتحرك كده وبعدين يروح كده واحد تاني يقول لك انا ده انا اتحرك على المسافه دي على المسار ده ده ما انا اتحرك ايه كده على طول المسار ده اقصر من المسار ده لكن مش هتفرق ده نفس الاجابه نفس الاجابه فبالتالي كميه الفقر اللي انت هتنزله او اللي هو مردود هيبقى هو نفسه يبقى بالتالي يبقى المعلومه اللي انا عايز اوصلها لك ان الورك ده ما بيعتمدش على ايه؟ على شكل ايه الباص اللي انت بتاخده لكن هو بيعتمد على ايه؟ فين الانيشال بوينت وفين الفاينل بوينت هو ده اللي بيعتمد عليه طيب هدي لك ده لو انت بصيت في الفورما دي اللي هي الورك دان ده جاي عمليه ايه؟ عمليه ضد برودكت يعني ايه؟ اي ضد ال لو ايه امتى إيه؟ لو كانت الاي ليها قنبله العموديه على القنبله بتاعت الدي ال تتوقع ايه؟ الورك دان كام؟ يعني لو انا عندي ليه فيلد كده والمسار عمودي عليه يبقى ايه الانجل اللي بينهم كام؟ يبقى قضايا المايك كام؟ زيرو وبالتالي ما فيش ورك ضرب. لكن لو الاثنين لو نفس الدي ال هي نفس الاتجاه بتاع الاي في الحاله دي على ايه ممكن تحصل على الورك ضرب. وبالتالي ما انا مدي لك كتير اكزامبلز هتلاقي فيه اللي هو اكزامبل نمبر 1 ده بدون ما اكتبه ولا حاجه زي ما بقول لك ان ايه كل حاجه تلاقيها مكتوبه اوريدي فما في داعي ان انا اقعد اكتب كتير. كل اللي عندي لو انا عندي الفايلايت لاين اسيوم ذات انك ايه يو هاف ايه ان الفايلايت لاين لوكيتد على الديسك ومتوضع عليه هو عايز ايه على سبيل المثال المساله لما تيجي تقراها نفترض ان هو عندي او انا ممكن اكتبك يعني ممكن ايه اللي بتاع السؤال ده نفترض ان انا عندي المسار الريديال بتاعه المسار ده ايه هيبقى ايه السيركل ايه علاقتها باللاين لو انا عندي سيركل السيركل دي موجوده وليكن في الاكس واي بلين
واللاي موجود على الزد، يبقى الاثنين ايه ومتعامدين على بعض. خلاص نفترض ان انا عندي سلك هنا كيلو عايز احركها على المسار الدائري، عايز احركها ده يعني ايه الكيلو دي موجوده عند البوينت دي، عايز احركها كده ايه ضربه ثانيه وارجع ايه يعني ايه معناها ايه البي والايه مالهم اللي هم في نفس المكان، يعني انا هلففها لفه كامله او حتى ايه الهوز لفه، بس ايه افترض ان الايه والبي موجودين هنا في الحاله دي لو بيسالك على الورك ضن، الورك ده بكام هنا؟ هيبقى بكام؟ كل اللي عليا هكتب الـ A دي تجيب كام في حالة الفاينايت رايت؟ كام؟ رو ال على فاي باي اكس مور رو اي رو. الدي ال اللي انا اتحركت عليها، ايه دي ال؟ انا اتحركت على ايه؟ على السيرك. يبقى لو انا خدت في السيركل اي دي ال كده دي ال دي كام؟ هتبقى ايه الرو دي فا في اتجاه ايه؟ في اي اتجاه؟ في اتجاه دي فا، يبقى الدي ال بتاعتي عباره عن رو دي فا في الدايركشن بتاع دي فا. يبقى لو انت ايه اللي هو اداك قيمه القيود، نفترض قال لك الكيو دي 1 نانو كولر، احسب لي الورك ايه؟ الورك ده اللي هو ايه؟ اللي هو ايه؟ حاطط اللي هي ايه؟ في تحليل الموفينج ايه؟ الكارد دي فروم بوينت بي لبوينت بي. كل اللي عليا انا هستخدم ايه؟ اللي هي النانو. نيجاتيف كيو فروم بي تو بي. اللي هي بي ضد ال. لما تضرب الاي ضد ال هتبقى بكام؟ يبقى ايه؟ احنا عرفناها ان الاي هو دول الفي فار اكتر من، وبالتالي هنا مفيش اي وقت بقى. وبالتالي فانت ايه؟ حركتها لفه كامله او جزء من الايه؟ باللفه هما الاثنين على كل الحالات متعاملين، وبالتالي مفيش اي وقت ضرب هيتبذل في الارض. وبالتالي الكيرف دي لو انت عندك اليكتيك فيلد، واحنا عارفين اليكتيك فيلد في الاتجاه اللي هو في اتجاه ايه؟ الاكتيك فيلد احنا عارفين ان ايه؟ اي الاكتيك فيلد في اتجاه كده اللي هو ايه؟ تي او. وبالتالي تي او عموديه على مين؟ على الاي فار، وبالتالي مفيش اي ايه؟ ورك. طيب نفترض ان احنا لا هنتحرك من حاجه ثانيه تسال، لو انا اتحركت رجلي يعني انا ايه اتحركت هنا ايه؟ انا اتحركت ايه؟ على صفر. لا لو انا اتحركت ايه؟ فروم ار 1 تو ار 2. في الحاله دي ما في ورك ضن ولا ما فيش؟ يعني ايه؟ لو احنا لو انا عندي لاين اكيد اللي انت لما تيجي تقرا الكلام هتلاقي الكلام كويس وهيعجبك، انا متاكد منه. هنا لو انا عايز احسب الورك ضن عشان احرك الكيو من بوينت بي للبوينت اي، بس انا اتحركت في اتجاه ايه ريديا، مش في اتجاه الاي 5 في اتجاه الايه ريديا، ريديا اللي هو في ايه؟ يبقى لو انا خدت ايه في الحاله دي الاي بكام؟ عايز واحد يقول لي كده الاي هنا بكام؟ ما الاي هتيجي نتيجه مين؟ الانفاينايت راين اللي هي نفس الاي. وبالتالي لو انا بعمل ايه نفس الاي عباره عن رو ان على فاين فاي اكس مور رو في الاتجاه دي رو، لو انا خدت دي ال دي ال هتبقى دي كام؟
ايه وواحد ايه عنده صوت عنده صوت هتبقى ايه؟ لا يعني دي قله تمام انا مش سامع لو انا برفعها يا جماعه ريدي ريدي يعني في اتجاه ايه؟ في اتجاه رو او اللي هي الرابع هتبقى ايه لو انا خدت اي انكريمنتال لينز هيبقى كام؟ دي رو في اتجاه ايه؟ يبقى دي عباره عن دي رو في اتجاه ايه؟ يبقى لو انا ايه؟ هعمل عليه دوت روبوت اي دوت دي ام يبقى بكام؟ لو انا بضربه كدوت روبوت هتدي كام؟ هتدي روح على لاين باور انتو روبوت رو زيرو وبالتالي هوضحها دي بقى يبقى دي جنبه كده يعني انت كده يعني ايه كويس الدي ال دائما واخده اللي هي 3 كومبوننت الاي او والاي 5 وكده بس انا بعمل عمليه ايه دلوقتي؟ بعمل عمليه دوت بورد الدوت بورد انا متاكد في حاله انفاينايت لاين عندي كام كومبوننت الكتريك فيه؟ 1 كومبوننت وبالتالي انا بعد اضربها الدوت بورد فيه بقيه الكومبوننت هتديني اصفار لان الاي او والاي 5 هيديني 0 الاي 5 الاي او والاي دي هيديني 0 وبالتالي انا سلكت مين؟ دي ايه؟ دي ايه هو خلاص. هو يعني لكن انت المفروض لو انت بتكتب خط يعني تزود عليها 2 ترم. بس انا ما اهتميتش بكده انا اهتميت بالترم اللي هيديني النتيجه. خلاص؟ وبالتالي ده يدي كام؟ نيجاتيف كيو روبن على كوايت بار انسون رو لين رو من رو بي الى رو بي ده هيدي ايه بقى في الاخر؟ فاهمين انا بعمل ايه ولا يعني انا يا شباب انا بقول لكم اريد انا مش كاتب يعني ايه المساله ولا كاتب حاجه. لكن لو انتوا فاهمين اوكي مش فاهمين هضطر انا اكتبها. وضيع وقت ضيع ما عنديش بقى مشكله في الحاجه. لكن لو انتوا اوير بالكلام اللي انا عملته خلاص وان شاء الله بعد ما هتيجي ايه تيجي يعني البيت ولا حاجه هتنبسط هتلاقي نفسي اتخنقت انا بدونك بطريقه كويسه. نعم. قال لي كيس الكيس الاوليه ليه طلع الزيرو؟ نعم بس لا طب ليه طب لو واحد طب انا سالت سؤال متابعين اللي انا بقول ايه؟ قلت هو بيسال سؤال ليه في الكيس الاوليه الورقة ضام طلع زيرو بينما في الكيس الثاني ما طلعش زيرو؟ قول على كده بس السماعه المسار الاولاني انت اتحركت عليه اتحركت ازاي؟ طب انت اتحركت كده ها؟ ولقيت الفيلد ازاي؟ لا لقيت كده الفيلد كده ولا اتجاه ايه؟ يعني لا يعني انت ايه؟ هقول
A5. الA5 دي اتجاه مين اللي هي دي كده. وبالتالي ايه علاقة الـ A الفيكتور ده بالفيكتور ده؟ ايه علاقة الراديان بالممات بتاعه؟ يا مالهم؟ متعامدين، يبقى الكوزاين الزاوية اللي بينهم كام؟ كوزاين 90، كوزاين 90 بكام؟ بزيرو. هي هنا نتيجة إن أنت خدت الاثنين ها؟ متعامدين، لكن لا أنت هنا خدتهم في نفس الاتجاه. وبالتالي يبقى كوزاين إيه؟ في نفس الاتجاه يعني كوزاين كام؟ كوزاين زيرو، كوزاين زيرو كام؟ اللي هي الـ 1. خلاص؟ نعم. تختصر ايه؟ ايوه ما انت شغال وانا فاهم انك المفروض تكون فاهم. انت هتقعد ايه؟ لا لا. الحل اللي انا عامله هو ده المطلوب منه. لكن انا عايز ايه؟ الاثباتات احنا عملناها قبل كده. انا عارف حتى الفاينايت لاين بوصل الفورما دي عارف خلاص. وبالتالي انا باخد من القانون وبطبق. وبالتالي اللي انا عامله اه برغم اللي انا عامله اختصارات بس هي إيه هي إيه إيه كده التفاصيل بالطبق بالنسبه لي. طيب يبقى ايه؟ يبقى هو يعني انا المسالتين بيقولوا لك ايه؟ ان الورك ضن ده عباره عن ايه؟ ايه ضد ايه؟ انت في حاجه تفكر فيها؟ اصل مبتسم يعني. لا قلت ما انا يعني ايه انا سالتكم قلت لكم لو انتوا عايزين اكتبها لكم بالتفاصيل هكتبها لكم بالتفاصيل. معنى انك بتضحك ولا بتاع لو في حاجه برضه مش فاهمها احنا خلاص؟ انت لو بصيت في المجموعه الثانيه، المجموعه الثانيه عملت ازاحه للشابتر اللي هو بتاع الدايركت. يعني معنى كده ان انا ايه ماشي معاكم فيري فيري سلو عشان تبقى فاهم يعني. يعني هو برغم اللي انا هعمله النهارده هكون ايه متاخر اكتر من اسبوع من ايه معاه. بس انا حقيقه خساره في الموضوع ده. لا انتوا ما يهمكمش. يعني انتوا كطلبه الكلام اللي انتوا هتوصلوا فيه هو ده اللي هتمتحنوا فيه. بصرف انا ولا تفرق معايا بالكلام. بس انا شايف يعني ايه العمليه فيها عجله اللي انا اقدر في الاسبوع الرابع اوصل للكلام ده انا شايف كتير قوي. يبقى كل اللي احنا يا شباب اللي احنا ايه قلناه دلوقتي عشان تبقى انت عارف اول قانون تبقى انت عارفه ان الورد عباره عن ايه ماينس زيرو اي دوت دي ده اللي هي ايه فروم دي تو اي والبي اللي هي ايه والبي اللي هي ايه اللي هي الريليشن بورد والبي اللي هي الفاينل بورد. طيب احنا عايزين ندي ديفينيشن دلوقتي ليه
اعتقد جميع القوانين اللي انا بكتبها دي انت سمعت عليها ممكن يكون عام الماضي ولا حاجه. هتدرسوها ولا مش هتدرسوها؟ يبقى ايه؟ يبقى احنا ادينا هو ده يعني احنا اتكلمنا على الورق ضمن وشروط ضمن. لكن احنا اهتماماتنا هتبقى مصابه على بطريقه اكتر يعني. حتى انت لو بصيت زي ما انا بقول لك كل شويه واتمنى ان الطلبه تروح تجيب الامتحانات السابقه او تحل فيها. لان هي شكل الامتحان ما بيتغيرش كتير. يعني الماده اللي انا يعني اقول بيها عندها لكم وجع دماغ. يعني الفيلد دي ماده يعني لحد ما بتبقى بالنسبه للطلبه بتحس انها من المواد الصعبه. لكن انت لو حليت امتحان امتحانين هتلاقي الماده سهله ما فيهاش صعوبه. فانت لازم تضرب نفسك. بالمناسبه جميع السلايدز اللي انا اديتها لك اللي انا بقول لك اللي انا حطيتها اوريدي انا بعت لكم قبل كده كام؟ كام فصل؟ بالتالي 2 و3 و4 دول هتلاقي كل فتره من دول مضاعم بايه؟ بضرب كتير. لو انتوا قريتوا ممكن والله الامتحان كله يكون من السلايد. وانا بقول لك ممكن ما قلتلكش كده ان في عندك تقريبا افكار كتير فيه. فانت بس ايه اجتهد وذاكر كويس. انا عمالك مساعدين يعني بعض بس انت لو فهمت انت لو فهمت كمل الماتيريال عندك خلاص بقيت كويس. بس اسمعنا كده برضه انا قلت اللي انا حديثه انا بقول لك ممكن في فرق ممكن وفي فرق اللي انا حديثه. خلاص؟ يبقى البوتنشال ديفرنس عباره عن ايه؟ هو عباره عن ورقه الضم ها ديفايدد على ايه؟ هو عامل زي ايه؟ بالظبط لو انتوا في البدايه لما اتكلمنا على الفورس واتكلمنا على الكتريك فيلد فالمفهوم بتاع الكتريك فيلد هو هو مفهوم الفورس مثلا لما خليت الفيلد كام؟ بي 1 بيونت هي نفس الكلام. يعني لو انت خليت في الورقه الضم الكيو قيمتها 1 يبقى انت حسبت ايه؟ البوتنشال خلاص؟ وبالتالي انتوا عارفين من السيركس بالدمام ان البي اي بي عباره عن البي اي ماينس البي بي اتفقنا هنا هنحافظ على الكلام اللي انا كاتبه الاي اللي هي الايه؟ اللي هي الفاينل بوينت والبي اللي هي الانيشال بوينت اللي انت ايه؟ هتبدا حرك ايه؟ اليها. طيب هدي لك هنا بعض الاكزامبل ايه؟ ممكن اكتبها على اساس انها ايه؟ مش طويله هي مكتوبه في سطر واحد فنكتبها. يبقى ايه؟ يبقى خلاص البي اي بي عباره عن مين؟ عباره عن لو ديفايد ايه على كيو او انت اعتبرت في الفورمه دي ان قيمه الكيو بتزيد.
يبقى هنا ايه هو ايه؟ الكيسز اللي انا ايه اوريدي اللي انا عملتها دلوقتي انا عملت في حاله الفاينايت لاين تو كيس. واحد اللي هو ايه الكيو بتتحرك ايه روتيتنج كده حواليه، ومره ثانيه اللي هو بيتحرك راديال ايه معاه. طبعا ثبتنا او ايه اتفقنا ان انا واحده اللي هتدي اللي هي الكيس اللي هو بيتحرك ايه راديال. وبالتالي الفورجيتس اللي هي ايه روتيتنج خلاص يعني اللي هي دي الكيس انفتحت بالمره. وبالتالي نفس الايه المساله هنا، افترض ان انا عندي ايه نفس الفاينايت لاين وانا اتحركت من بوينت بي الى بوينت اي خلاص، بس هو مش عايز يطلع الورك دان، هو عايز يطلع مين؟ اللي هي البي ال بي هي هي نفس الورك دان اللي انا حسبته لو قسمته على بي ويديني نفس النتيجه. هنا الكيس دي حاله البوينت، فحاله البوينت طبعا احنا عارفين في حاله البوينت اللي هي بتكفيلد دي كام كومبوننت هي ايه؟ البوينت دي اتفتح كوردينيت، وعارفين ان ما فيش الا ايه في اتجاه ايه اه. وبالتالي لما اخد الدي ال المفروض انا الدي ال اللي هتديني فاليو اللي هي دي ار. وبالتالي لو انا عندي هنا بوينت كيو بوينت فاند كيو بص، وبالتالي تديني ايه في الفيلد كده، ده اللي هو ايه؟ ده اتجاه اللي هو الدي ار. نفترض ان هو عايز يتحرك من بوينت دي عمليه اه ايه نقطه ثانيه او من ايه نقطه ثانيه ارضي. طبعا هي ايه عند البي كما يتخيل عندها ايه عند الار بي. ما الار بي دي عباره عن ايه؟ الار ايه عباره عن ريزنس بتاع مين؟ بتاع الفي اللي هو عند ايه عند الايه الار بي اللي هو ريزنس اللي هو عند ايه عند البي. وبالتالي اتخيل ان انا عندي هنا في وهنا في اكسبيرتال. وبالتالي لو انا عايز اكتب البي اي بي كل اللي عليا اكتب هي البي اي بي كام؟ اكتب الفورمولا اللي هي ايه نيجاتيف اي ضد ال فروم بي اي في الحاله دي اكتب ايه؟ عشان اللي سالني بيقول لي انت عملته ده يعني هو ده مطلوب منك؟ مش مطلوب منك حتى من انا بعمله. لان انا مش عايز واحد يروح من البدايه للبدايه مش هتقدر تعمل حاجه مش هتوصل حاجه في المتحف. وبالتالي دي عباره عن حاله البوينت كام؟ اللي هي كيو اللي هي كل ار سكوير في ار والدي ال هاخد انا دي ال زي برضه اللي سالني الدي ال هي سي كومبوننت بس انا هتم بقى عليه كومبوننت هتم بالكومبوننت بتاعت ار. وبالتالي يبقى الدي ال هتكون هي دي ار ايه ار والباقيين نوت ايه نسيسري تو مي مش مهمين في الايه بس. وبالتالي بقى ايه نوت ايه اعمل عمليه انتجريشن اطلع بيها الدي ال. المفروض ايه لو انا لو دي اصبحت ايه خلاص هي دي هتبقى مين؟ اتفقنا دي هتبقى دي ار في اتجاه الايه ار. بعد اي عامل انتجريتها من فين لفين؟ من ار ايه؟ لغايه ار بي. وبالتالي لو انا خدتها يعني بعد كده من عليها يبقى في ايه بي؟ ار بي ار بي ار بي كيو على طول خلاص اس ونص ار سكوير بي ار. احنا عارفين ايه واحد على ار سكوير التكامل بتاعه كام؟ هاخد ايه؟ يعني الكلام ده اللي احنا قلناه ده خدتوه قبل كده محطوط ايه؟ الكلام ده الكلام محطوط في الانترنت. الانتجريشن بتاع واحد على ار سكوير بكام؟ اللي هو نيجاتيف واحد على ار. المهم دي في الاخر هتبقى اللي هي كيو على كور نعم؟ لا لا سوري ما بي. احنا قلنا ايه لما احنا كتبناه قلنا فروم بي تو ال يبقى دي اللي هي ار بي من ار بي. هتلاقي الفورمه صح ولا انا كاتبها صح؟
فدي اللي هي ايه الكيرف اللي هي بتاعت مين؟ دي اني كيرف لو شغال اني كيرف دي اللي هي الفرق الجهد في حاله ايه وجود بوينت شارب عندي. طيب وهي ايه 1 بوينت شارب ولا في مور؟ انا بتاعي اللي انا دارسها هي 1 بس. طيب في الكيس الثانيه اللي هي الكيرف دي هو مدينا حالة اكس وار زد. الوار موجود فين؟ قايل لك الوار موجود فين؟ اكزيستد اون زد اكس. انا عامل معلومات كاملة. ممكن انفينيتي اسمه ايه اللي هي انفينيتي. واتفقنا ان الاكس فيلد طالع ازاي؟ لو انا عندي لاين من اللي سيرفر كده طالع ايه بس انا في انهي اتجاه؟ اللي هي دي اهو اتجاه دي اهو. فبالتالي هو عايز ايه؟ لو هو عنده بوينت فرد موجوده عند ايه؟ بوينت بي. عايز يحركها لبوينت ايه؟ ايه؟ بس هو ايه في اتجاه ريديا. وبالتالي لو انا عندي هنا دي ار اي والواحده الثانيه ار بي والسكرين كده كده اعمل ايه؟ حلها ازاي دي؟ كل اللي انا هعمله هطلع الاي، الاي بكام؟ هي نفس المساله اللي انا حليتها اللي فاتت اللي هي رو ال على توايز باي ابسلون نوت رو، والدي ال بكام؟ اللي هي دي رو في اتجاه الاي رو. وبالتالي ريب كام اكتبه؟ اللي هي اهو كده على الواي باي اسمه هو كيرو. ودي ال بكام؟ هتبقى اللي هي دي هو في اتجاه دي هو وبقيه الكومبوننت بتاعته عشان حد يعلق ايه على زي ما كبرتكم ما قال. وبالتالي يبقى كل اللي انا هعمله اللي هي دي ال نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف ايه؟ اللي هي رو ال على باي باي رو زيرو. من فين لفين بقى؟ من ار بي لا رو بي لرو ال. كانت دي رو بس. الواحد اصلا متعود برضه اكتب رو ايه؟ رو هي ار كتير يعني. لكن انا بحاول بس حسب بحاول بس. لكن انت سواء انت عملت كده ولا كده انا فاهم. وبالتالي هطلع كام بوينت على بوينت بار فيكتور نص من ار بي على ار بي. خلي بالك كل الكيسز اللي انا بعملها دي مهمه جدا 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 من الفتره الجايه بتاعت الكلاس. هتلاقي في الفتره بتاعت الكلاس كلها انا هحط لها اقول لك انا ايه فرقته هنا. لان يعني في الفتره بتاعت الكباسه تعرفها ايه؟ يعني لما اجي اقول لك اعرف الكباسه، الكباسه عباره عن ايه؟ لا ما واحد يتكلم بيتكلم بصوت عالي. اللي هي كيو على البي اي بي. وبالتالي كيو بتبقى انت اول عارفها. يبقى كل اللي انا عايز احسب الكباسه انت اقسم على البي اي بي. وبالتالي كل شغلتي في البي اي بي. وبالتالي لما انا حاجه في البي يعني ايه لما انتوا هتيجوا تسمعوا يعني تاني لما تيجي تاخد الكباسه، الكباسه عباره عن كيو في ايه؟ طبعا احنا قافلين بقى. خلاص؟ كل اللي عندك ايه؟ انت عندك ايه؟ اوام بالاي بي كيو. كل اللي عليا هحسب ايه؟ البي اي بي واقسمهم على بعض يبقى انا طلعت ايه؟ الكباسه. وبالتالي زي ما بقول لك انا قلتها 1100 مره، قلت لك عيب الكورس يعني من بدايته. ان كل واحد كل حاجه بقولها بتعتمد على التاني. ده هي الكورس ده ماشي كده. وبالتالي ما تقدر ايه تعمل سكيب لحاجه، لو عملت سكيب لحاجه مش هتفهم الحاجه الثانيه. وبالتالي ايه لما بقول لك تاني لما هتكلم على الكباس هقول لك انا اوريدي شرحت الكلام من ده وعندك اثبات اهو. طيب يبقى البي اي بي دي في حاله مين؟
في حاله الانفاينايت رايت. ولا بتحرك ازاي؟ بتحرك راديال ولا ابتدى روتيتيف ولا بتحرك راديال؟ هنا هي كل الكيس اللي بقى بعملها ان انا بتحرك دي. طيب انا اللي هيهمني هنا بقى معاكم دلوقتي دائما وابدا في حاجه يعني ايه دائما وابدا لما انا بنسب حاجه بنسبها ايه؟ يعني البي اي بي عباره عن ايه؟ فرق فرق ايه جوه بين نقطتين. طيب نفترض ان انا ايه لو انا عندي ما عنديش النقطه الثانيه يعني نفترض ان انا عندي حبيت احسب البي عند سيرت البوينت يعني البوينت دي بي عايز احسب البي بي اجيبها ازاي؟ ها؟ يبقى ده يعني انا مدخلي كله ان لابد ان يكون في ريفرنس عليه لابد يكون في ايه؟ في ريفرنس عليه غالبا الريفرنس ده بيبقى ايه موجود فين؟ ات انفينيت يبقى غالبا موجود ات انفينيتي خد بالك ات انفينيتي في كل الكيسز ما عدا الكيسز اللي فيها سرندر لو انت ايه لو انت يعني زي ايه اللاين انفينايت لاين ما ينفعش ان انا اقول لك ايه الريفرنس بتاعي موجود عند انفينيتي لما تيجي تحسبها تلاقي في كميه غير معينه يعني ايه انت ديرمنت ايه فاليو وبالتالي مش هتعرف تحسبها هنعرفها بعدين لكن مبدئيا إيه؟ في حالة البوينت في أي كيس اللي تصير أي حاجة بيبقى فيها الريفرنس ده موجود فين؟ قد إيه؟ قد الفين ساعات أنا لا أنا أجبرك إن الريفرنس بتاعي موجود في حتة معينة ما أنا ممكن أعمل إيه؟ أنت فاكرين لما أنا عملت اللي هي الكيس بتاعت مين؟ بتاعت جاوس مرة وصلتها بالجاوس ومرة ما وصلتهاش بالجاوس لما أنا ما وصلتهاش بالجاوس اعتبرت الريفرنس فين؟ قد الفين طب لما وصلتها لما أنا إيه؟ وصلت الإيه؟ بالجراوند خلاص انا اجبرت ان ده الريفرنس بتاعي وبالتالي بعد الريفرنس ما عنديش حاجه ثانيه ده اللي هي الكيس وبالتالي اللي انا ايه هتكلم اللي هي يبقى انا اللي يهمني اللي هي حته الريفرنس اللي مش كل المسائل هتجي لك الريفرنس طب نروح ايه؟ الجمر على يعني اللي هو يعني ايه الجمر دائما ابدا ينقطع يبقى دي
طبعا هي في الكيسز اللي انا مطلعها اللي هي في حاله البوينت، هو قال لك ايه عندي ايه سيرتن بوينت اه ايه سيرتن بوينت ايه والثانيه ايه بي، بس هم مش ولا دي موجوده على الانفينيت ولا الثانيه موجوده على الانفينيت، الاثنين صاروا ايه موجودين ايه عند سيرتن ايه ايرياس معينه او رادياي معينه. وبالتالي لو انا عايز ايه لو نرجع للكيس بتاعه البوينت الفرق اللي هي المفروض الريفرنس بتاعي موجود على الانفينيت، وصلنا للبي اي ماينس بي بي بيساوي كيو على 4 باي ابسيلون نوت ار ايه، والثانيه اللي هي ايه مرسومه على مين الفرق. بقول لك ايه افترض الريفرنس بتاعك موجود، الريفرنس يعني ايه؟ الريفرنس يعني البي بتاعته كام؟ بزيرو. افترضتها اللي هي موجوده فين؟ عند انفينيتي. لو انا اعتبرت دي بزيرو دي انفينيتي، اي حاجه على انفينيتي بكام؟ بزيرو. وبالتالي بدانا كل اللي انا مصدقه ان البي اي بي ها هتطلع كام؟ اللي هي عباره عن كيو على 4 باي اكس ونص ار ايه. بدل ما هسميها ار ايه ممكن اسميها ايه؟ اي ار اسميها ار. وبالتالي كما لو كان ايه؟ البي يعني كما لو كانت البي بين الار والبي، والبي اللي هي ايه؟ اللي هي هتطلع كام؟ اللي هي كيو على 4 باي اصلا نقطة. يبقى دي هي البي اه. من البي لكده. ازاي امشي من بي ايه وبي اصلا مش هتعطيك فيه؟ ايه؟ بي ايه؟ ازاي امشي من بي ايه وبي اصلا مش هتعطيك فيه؟ لا لا ده ايه ما ابدا. لو انت حضرت المرة الماضية؟ ايه؟ المرة الماضية حضرت؟ ها؟ التجربة الثانية. الكلام اللي أنا قلته قلت إيه؟ ده إما أبدا الإيه الفيلد بيبقى له بداية ونهاية. البداية بتاعته الستارتنج منين؟ من بوست. والترمينيت على إيه؟ على نهاية. خلاص؟ وبالتالي الإيه الفيلد بيبقى جاي من بوست في النهاية. لما بعمل الكلام ده أنا قلت لهم من الأسبوع الماضي في إيه؟ يعني الأسبوع الماضي فاكر ربع ساعة أنا اتكلمت في الجزئية دي. أنا عشان أعمل ورك ضم المفروض مين الإيه اللي هو إيه؟ ابلغه في الوجود مع الفيلد ولا عكس الفيلد؟ هي عشان كده يبقى ايه انا بعمل ده انا بعمل اكسترنال فورس. لكن لو انت ايه؟ لو انت حسبت انت لو انت عايزه بقى من الاتجاه ده انا واقف كده واقف واقف عند الفيلد وبدفع مع عكس الفيلد. وبالتالي هو ده الكلام اللي انا بعمله ان انا ايه؟ بقى عشان ابذل ورك ضل لابد ان انا ايه؟ اخرج ايه؟ كاميرا كنت بقى بتحرك بالعكس، بتحرك بالنيجاتيف ورايحه على ايه؟ على البوست. يبقى دلوقتي يا شباب يبقى ايه وصلت ايه القانون اللي انا وصلت له الاخير ده، قلنا ايه ان البي اب بيساوي كيو على 4 بار اكس ونص اب. دي في انهي كيس؟ امتى اتعامل مع القانون ده؟ لو انا عندي بوينت كارد او الشيرت او الفيل والريفرنس بتاعي ايه؟ يبقى دي في حاله ايه؟ ده ان كيس اوف ذا بوينت فار اوف سفير خلاص اند ذا ريفرنس ان ذيس كيس يبقى الكيس دي اللي انا بعملها هي لو انا عندي بوينت شارب وعندي ايه شركه اي حاجه سفيري ما هي اللي سفير كما ايه قلنا ايكوفالنت لمين لبوينت بس الريفرنس فين؟ موجود فين؟ يبقى الكيس دي ان الريفرنس بتاعي موجود فين؟ ات انفينيتي. طب هو كل الكيس زي ما انا بقول لكم هيكون الريفرنس بتاعي موجود عند انفينيتي بس ممكن يكون في حته معينه ثانيه؟ يعني ممكن ايه؟ انا اختار مثلا ايه وليكن الار بتاعتي 100 متر اقول عند ال 100 متر هو ده الريفرنس بتاعي وبالتالي بعد ال 100 متر ماليه دعوه
بعد الهندة دي ما في ايه؟ يعني نفترض ان انا ايه؟ نفترض عند ايه؟ انا بقول الرقم بتاعي موجود عند الايه؟ عند الايه؟ المسافه اللي هي 100 ايه؟ 100 متر. يبقى من زيرو لغايه ال 100. نفترض عند زيرو البوتنشال مثلا 100 فولت. كل ما اتحرك الفولت يحصل له ايه؟ يقل يقل يقل، يعني يبقى 90 80 لغايه ما اوصل للنقطه دي بالذات هتبقى بكام؟ بزيرو. طب لو عديتها هيبقى يتوقع ايه؟ الفاليو بتبقى بالنجاح. ما انت خلاص، ما هي الفاليو كانت 100 90 80 ممكن بعد كده تبقى بالنجاح. ما هي حاجه غير تتحرك. ما انا هوريها لك، انا بقول لك هعمل لك ايه؟ شفت اكزامبل كده هوضحه لك فممكن يكون. وبالتالي اللي انا هتكلم فيه ان الريفرنس دائما وابدا الريفرنس ده حاجه انت مجبر بيها ولا حاجه انت ايه اختياريه ممكن تعملها. يعني زي ما بقول لك الايه اللي هي الايه اللي هي الفيرس اللي هو الاتفاق الفيرس دي انا وصلتها اوريدي بالدعوه دي، فانا اتحكمت فيها بس هي بتتحكم فيا. وبالتالي انا ممكن اجي في اي مسافه في اي وقت اعمل ايه دراجه. وبالتالي اقدر احط الريفرنس بتاعي في اي حته. وبالتالي اللي انا عايز اقول لك عليه اللي هي الريفرنس اللي انت بتاخده. لو واحد ايه ركز فيكم كده، انا دلوقتي الرقم بتاعي موجود قد الفريكي ولا عند ايه؟ سيرتن ديستنس معينه؟ عند سيرتن ديستنس. طيب الكيس اللي فاتت اللي هي في حاله التو بوينت تشارج اللي هي في حاله البوينت تشارج كان عندي ار اي وار بي، فالار بي انا اخترتها بكام؟ بانفينيتي، ومقلوب الانفينيتي بكام؟ زيرو، وبالتالي اختفى الترم الثاني. لكن نفترض الرقم ده ما كانش موجود عند ايه؟ عند انفينيتي. بقسم عند على اي رقم؟ يعني عند 100 متر. هيطلع زيرو ولا هيطلع فاليو؟ يبقى هنا هيطلع فاليو. يبقى ده اللي هو الايه؟ يبقى ده اللي هو البي ايه؟ وده اللي هو البي بي. البي بي ده هو الرقم الجديد اللي انا واخده. يبقى السي ده عباره عن ايه؟ السي ده يعتبر هنا ايه؟ اللي هو الكونسد اللي هي ايه اللي انا هحسبه. يبقى السي اللي هو السي ده اللي هو كونسل، يعني المطلوب فيه المعادله دي بيتحسب ازاي؟ هيجي يقول لك ايه؟ عند سيرتن بوينت الايه؟ البي ايه؟ عند ار معينه البي بكذا. يبقى ايه؟ بقيمه البي بقيمه كذا. يبقى من هنا هتقدر تعمل ايه؟ يبقى الكلام من ده اللي هي ايه؟ يبقى ايه ايه الفرق بين المعادله دي والمعادله دي؟ امتى اتعامل بالمعادله اللي ايه اللي فوق؟ لو كان ايه الرقم بتاعي موجود فين؟ عند الانفينيتي. لو مش موجود عند الانفينيتي هستعمل المعادله الثانيه. ومن الباوندري بتاعتك ولا لازم يدي لك باوندري كونديشن بتاعك؟ لما يجي لك الباوندري كونديشن عشان تحسب ايه؟ قيمه الفرصات اللي عندك. خلاص؟ طب انا هاخد ايه اللي هو الاكزامبل اللي انا بتكلم عليه، وبعد الاكزامبل ده هناخد بريك. خلاص؟ وبعد البريك نكمل ايه بقيه ايه المحاضره. وايه في الوقت ده اللي هو البريك يعني زميلك هيصور الورق بحيث يبقى انت ايه على طول، يبقى انت ايه الورقه مروحه معاك.
اكتب لك الاكزامبل. هي طبعا هي اهم حاجه لما الواحد يجي يقرا لما يجي يقرا المسائل يفهمها بس يفهم الفكره، فهمت الفكره تحلها بسرعه. فاول حاجه اتفقنا بالمبدا اللي احنا اتكلمت فيه، لو كان الريفرنس اللي هو مديه لك ات انفينيتي هطبق مين؟ اللي هي كيو على 4 باي اكس ونقطه. لو كان الريفرنس لو هو طبعا بتكلم في كيس اللي انا بتكلم اللي هي في حاله البوينت كارد اللي هو القانون اللي انا اتكلمت عليها على اساس ان هو بوينت. لو عندي عند سيرتن ار في ريفرنس يبقى في الحاله دي هستخدم اللي هو ايه الفورمه الثانيه اللي هي ايه كيو على 4 بار ايبسلون نوت ار بلس سي. كل اللي ايه اللي هو كل اللي هو مديني ايه عند ار معينه الريفرنس بتاعي كام؟ الريفرنس موجود فين؟ عند ار انهي ار؟ اللي هي عند تل. يبقى بالتالي اعوض بالبي بكام؟ يبقى ايه هبدا كده هبدا بالفورمة دي.
B عند 10 متر بيساوي دي اللي هي دي بقى. يبقى من هنا يبقى ايه؟ يبقى ديو ايكوال 100 كيو على 4 ار ان شاء الله ار شكل بلس سي. وير الكيو كام؟ الكيو اللي هو مدالك ايه؟ 0.5. الكيو اللي هي كام؟ 0.5 طبعا هي نيجاتيف ايه؟ 1. من هنا هطلع مين؟ ايه؟ من هنا هقدر احسب ايه؟ الكونستنت سي. لما حاجه احسب السي هلاقي ان السي كام؟ نيجاتيف 0.44 ماي. زين؟ البي ار تكبر كام؟ يبقى اللي انا عملته كل ده يبقى ال بي عباره عن خطر خلاص. يبقى كل اللي انا عملته اللي انا كتبته ايه عندي ايه؟ كونسنت قدرت احسبه منين؟ من باوندر اللي هو مديني بيقول لك عندي ايه؟ عند الريفرنس ده الار بي كذا حسبت ايه سي. بعد كده ايه الجزء الاولاني بقى بقى سهل بيقول لك احسب لي ايه البي فين لما ار بكام. هنا الفاريبل الوحيد اللي الكويتشن دي هي ار مره عوض ار بكام ب 5 مره ثانيه عوض عليها بكام 15. طيب عند ال 15 هتبقى ايه؟ يعني عند ال 5 هتطلع فاليو. لو انا عوضت ب 10 المفروض تدي كام؟ هتدي 0. لما اجي اعوض عند 15 هتطلع ايه؟ هتبقى ايه عكس السايد. يعني لو الثانيه كانت بوزيتيف هتبقى ايه بدات ايه تنزل ايه بالنيجاتيف. عند 20 تبدا تحسب على ده وبالتالي تقدر ايه تقدر تحسب. طيب اللي ايه بقى دي هتقل كل حاجه بتطلع. طيب مين يقدر مين يقدر يقول لي القيمه اللي هي بتحكيها دي؟ بقول لك ايه؟ وات ريدي هو عايز يعمل ايه؟ هو الكسر يعني اعتبر ده بارت ايه ودي بارت بي. يعني المساله متقسمه على ايه طبعا ايه وبي في الايه ومدي لك الار وعايز يحسب مين؟ البي. لا في الكيس الثانيه قايل لك ايه؟ هو عايز يطلع الار بس ايه الكونديشن بتاعتها؟ ان البوتنشال بس ايه اللي يكون البوتنشال بس ايه ان ماجنتيود اللي هي 5 متر انت فين؟ حسبتها ولا ما حسبتهاش؟ بس بيقول لك ايه؟ تكون عكسها في ايه؟ في السايد. يبقى انت هتتوقع الار ايه؟ يعني عندي ايه هتطلع بص النيجاتيف لازم يكون ايه؟ مور ذان ايه؟ 2 متر. لما هساوي الاثنين ببعض ها زي ما هعملها لك دلوقتي هتلاقي اللي هو الار هتعملها وبالتالي هو مديني ايه؟ عند 5 متر يا شباب لما تيجي تحسبها دي البي عند 5 متر لما تيجي تحسبها بالارقام هتلاقيها 0.454. يبقى هنا ايه لما اجي اعوض عليها بنفس القيمة دي بس النيجاتيف وبالتالي ماينس أو نيجاتيف. طيب دي هسويها بإيه؟ هسويها ب كيو على 4 باي نفس الفور ماينس اللي هو إيه؟ الكونسنت ده. من هنا هلاقي الـ R حطيت على كام؟ الـ R لما تحسبها هتلاقيها بـ اعملها يعني ممكن لو انا قلت ايه ما يحتاجش الفاليو دي كانت تطلع ايه رقم تاني.
لكن انت عند القيمه دي بالذات هتطلع ايه؟ ان الار بتاعتك من فات. تبقى انت تراجع الحته دي لو في اي مشكله تقوم بها. طيب خلاص يبقى لان هو الكلام مربوط ببعضه. فانا ايه بعد البريك يعني خد ربع ساعه كويس وبعدين نبدا ايه؟ هنبدا ساعه 2:05.
بالنا. دول التدرج اللي انا كاتبه ده عباره عن ديفينيشن اللي هو الايكو بوتنشال سيرفيس اللي هو ايه اللي هي الاسطح متساويه القوه. ده اي حاجه متر. لو عندك سفير متر سفير، لو انت قست البورد على اي نقطه فيها تختلف. لو انت جبت اي معدن نحاس ولا حاجه وسط البورد هنا قست البورد هنا قست البورد هنا تقريبا اولموست ذا سيم، وبالتالي ايه الفي اي بي بينهم بكام؟ من اي نقطتين على السيرفيس ده بيبقى بزيرو. وبالتالي بقى ايه الفي بوتنشال سيرفيس عباره عن سيرفيس الفي بتاعته خالص. خلاص؟ في حاجة اسمها ايه اللي هو الكونسرتيف فيلد. الكونسرتيف فيلد ده لو أي معادلة عملت انتجريشن على كلوزد ايه لاين، يعني اللاين ده كلوزد لاين. يعني زي حاجة زي كده. وانت اتفرجت على كل ده. لو اتحقق ان الاي ضد ال ايكوال زيرو بيقولوا ايه الفيلد ده او المجال ده من نوعيه اللي هو كونستكتف، يعني محافظ. طبعا كل الفيلد الغالبه اللي احنا بندرسه ده عباره عن كونستكتف. وبالتالي يعني ده ما فوق يعني ده ايه؟ تعرف بس ان الكونستكتف فيلد هو ايه؟ لكن التفاصيل بقى ممكن اللي يفسرها لك بقى واحد بتاع فيزيكس ولا حاجه اللي هو الحاجات دي. خلاص؟ وبالتالي ايه يعني كل الكيس او كل الحالات بتاعتنا بيحققها ان سيجما اي دوت ال بيساوي ايه؟ بيساوي زيرو. طب انا هدي لك اكزامبل يعتبر ان الاكزامبل ده هيكون من الاكزامبل الايه؟ انا اوريدي اللي انا اتكلمت فيها في بدايه الجوز وهيبقى اكزامبل بقى من الاكزامبل اللي هو المهم. الو؟ وعليكم السلام. خلاص. طب نبص ايه؟ نبص على الاكزامبل اللي جاي ده. تقريبا زي ما بقول لكم انا حليت قبل كده نصف الاكزامبل ده. لما هنيجي نكتبه هتفتكروا ليه؟ هتفتكروا المساله ايه؟
لو تفتكروا لو تفتكروا معايا الكيس دي بتاع اللي اتكلمت فيها لما ايه وانا بتكلم على فرادي اكسبيرمنت لما وصل ايه الاوت هاي سبيد بالجراوند ومره ثانيه ما وصلهاش انا بتاعي هنا غير متصرف بالجراوند وبالتالي المساله برضه تلخص لك هو عنده تو ايه عباره عن في ميتال سبيد ودي سوليد يعني ايه جواه الفيلم كام؟ مفيش اي فيلم دي عباره عن فيلم ودي ما بين السي والدي برضه يبقى ايه؟ يبقى اي حاجه اي ميتال سبيد يبقى هنا المفروض تكتيه في المنطقه دي بتساوي دي وهنا دي بتساوي دي ليه؟ عشان دي كده عشان دي كده او كونتاكت بينما انا دي المفروض هيبقى ليها فوق ولما نيجي ايه نيجي نبص على توضيع الفحوصات اتفقنا في الكيس دي لو انت عندك هنا بص فيو بيحصل ايه هنا يبقى في هنا فيو وهنا في بص فيو تحس ان المتعدين بتوعي وبالتالي لو احنا قسمنا المكان ده لاربع مناطق فانا ممكن اعتبر دي المنطقه رقم 4 اللي هي ايه اللي هي في الجنرال سبيد طيب لو قلت لك ارسم الالكتريك فيلد بتاعتي طلعت حتى بعض يمكن طالبه ولا حاجه طلعت ورسمتها فما اعتقدش انها فيها صعوبه لكن ايه هو ما كانش هو مش عايز انت لما تيجي تبص هو مش عايزك تحسب الاي هو عايزك ايه ترسم مين الفي وبالتالي الكلام اللي احنا عملناه ده اللي طبقه عليه وبالتالي بس هي الفي دي علاقه بالاي وبالتالي لو انا قسمت المناطق بتاعتي اول حاجه هي لون 1 اللي هي ايه؟ متعرفه بايه؟ ان الار بتاعتها مور ذان 0 وقصد ايه؟ في الحالة دي تجيب كام؟ تجيب ليه؟ عشان دي حالة كومبارس لو خدنا من المنطقة الثانية اللي هي ايه؟ اللي هي ار يقدر يعمل ايه ومد يعمل ايه؟ ازاي احسب هنا؟ احسبها من خلال ايه؟ ما عنديش الا ايه؟ جاوس لو يعني لو انا خدت جاوس بين الزيرو والايه نتيجه ان انا في كوندكتنج فهو بسايف كيو فكل كيو بزيرو وبالتالي ما فيش لكن لو انا خدت هنا جاوس يعني ان بتوين فجاوس الفي ده وبالتالي لو انا طبقت جاوس اللي هو ايه؟ كيو بروت كام؟ لو انت خدت الجوز هنا ده ديريكت لي اللي هي الجنرال سبيد وبالتالي مكتوب البروت هي ايه؟ البوست كيو هتلاقي الهيدر والدي هتبقى اللي هي الدي ار ودي اللي هي ايه؟ اللي هي اعتقد ار سكوير ساين ثيتا ولا تبقى ايه؟ اللي هي المكانات اللي هي اب ده اللي هو كلها دي اب هي ساين زيتا دي زيتا دي اب اسمه ال لكن الدي ار ايه يونيفورم كونسل وبالتالي الاريا دي هتديني ايه 4 باي سكوير هتديني ايه دي ار 4 باي ار سكوير ايكوال تو وبالتالي دي ار عباره عن كيو على 4 باي ار سكوير وانا عندي الاثنين عباره عن دي ديفايدد على دي وبالتالي هي دي في المنطقه دي عباره عن كيو على طول بار يحصل هو ار سكوير كده كده تقدر تكتبها كده على طول هي كيو على 4 باي ايه
كما لو كانت اللي هو ايه؟ كما لو كان كله اللي هي كيو على 4 باي ابسلون ار سكوير. ممكن تكتبها على طول ما عندكش مشكله. امتى هعمل انتجريشن؟ لو كانت الدي نوت يونيفورم مضطر ان انا اعمل انتجريشن. بدل ان انا ايه؟ ثابته يبقى مضطر ان انا اعمل انتجريشن بالمره. طب دي ليه بقى ايه؟ يبقى دي رقم واحد دي رقم اثنين. وخدت المنطقه الثالثه اللي هي محصوره ما بين ايه وايه؟ مور ذان دي وليس ذان دي بكامل ايه؟ تفاعل المنطقه دي 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 عشان دي تظهر. لو خدت المنطقة الأخيرة تطلع كام؟ المنطقة الأخيرة كيو كلوز بكام؟ لو أنت خدت هنا في المنطقة دي اللي هي بورد خدت الجبهة هيكون إيه هو؟ لو أنت خدت الجبهة دي اللي هو الخارجي هتشوف كل الكيو اللي هو هيشوف كام؟ هيشوف بص الكيو نيجاتيف كيو بص الكيو يبقى في الآخر هيشوف إيه؟ هي في المرة. وبالتالي لو خدت المسألة نمبر 4 هلاقي ان دي برضه عبارة عن كيو على الطول بعد نفس النوم ار سكوير اي ار وير كيو عباره عن كيو نيجاتيف كيو بلس كيو ان كيو. دي يبقى دي اللي هي ايه نمبر 4 دي نمبر 2 دي نمبر 3 نقدر ايه نلخص الكلام ده وبالتالي لو طلب منك انك ايه؟ لو طلب منك ترسم الالكتريك فيلد ترسم ازاي؟ لو رسمناه قبل كده ادي في ار اجينست الار ده نقط ايه وبي والسي هنا زيرو هنا زيرو وده هيبقى كده وده هيبقى حاجه ثانيه. والكومنت اللي احنا طلعنا بيه واحنا بنتكلم في الكلام من ده قلت ايه؟ الكتريك فيلد عباره عن خطوط ايه؟ كونتينوس ولا ديسكونتينوس قلت عليه هو عباره عن ديسكونتينوس. وبالتالي الكتريك فيلد ايه؟ بيبقى فيه عمليه الديسكونتينوتي. طيب عايزين بقى نكمل عايزين نكمل عليها نطلع البي. ازاي بقى واحد يطلع البي في المنطقه الاولى والمنطقه الثانيه والمنطقه الثالثه والمنطقه المجموعه الاولى اللي هي ايه؟ ابتسامة كويسة قولي بقى تعمل ايه ازاي تحسب البي خد تحسب البي ايه ده في المنطقة اللي هي ايه في اي منطقة من المنطقة تاني احنا حسبنا الاكتيف فيلد فين في كل الايه السبيس دي دي في الانر سفير في كل المناطق حسبنا الالكتريك فيلد. طب لو انا ايه قلت لك احسبي لي البي عند سيرتن بوينت هتبدا من ايه؟ هتبدا من بار ولا من جوه؟
ليه تبدأ من الضغط؟ طب ليه؟ طب ليه بخلق ده خلق بخلق من جوه الضغط؟ يعني انا بعمل النت كتير ده لما فرسهم معايا بره ولا جوه. بدات من الداخل للخارج. لكن البي ابدا منين الاسد؟ لا ايه؟ من الرفرنس عندي اكل فيلم. وبالتالي انا عندي نقطه اقدر استند اليها. وبالتالي هو السؤال اللي هو يعني اللي هو قاله هو ده التواصل انا عليه. انا عارف ايه؟ في الحالة دي في حالة الاتفي والكلام من ده بدور لم يذكر لك الريفرنس موجود فين؟ ها؟ يبقى انت اسيوم ذات ان الريفرنس هو حتى هو كان كاتب لك كده اسيوم ان الريفرنس بتاعك قتل فين؟ لكن اذر واي بدل ما هو ما فرض عليك الريفرنس فين فانت هترفض الريفرنس قتل فين؟ يبقى ايه؟ نتيجة ان انا عندي ريفرنس عند انفينيتي يبقى انا خطري ايه؟ ابدا من انفينيتي وادخل للداتا. طيب تعالى بقى منين؟ يبقى اول حاجه يبقى احنا هنبدا وخلاص بقى بدل ما اسالك تاني برضه مش هتتكلم معاك. يبقى انا هبدا منين؟ هبدا منين؟ من بره. ليه من بره؟ لان انا عندي ريفرنس ات انا عندي ايه؟ ات ايكوال انفينيتي في البي ايكوال دي. وبالتالي كل اللي انا عليا انا وعايز يحسب ايه؟ وعايز يحسب ايه؟ عايز يحسب البي اللي هتبقى عند الاتفيل دي اللي هتبقى هنا هتبقى هنا وعايز يحسب البي على كل ايه؟ سفير بكام؟ خلاص؟ فكل اللي عليا انا اقدر ايه؟ استخدم القانون اللي هو بي اي بي اي بي بيساوي كام؟ بيساوي ام بي اي بي ماينس نيجاتيف اللي هي بي اي بوزيتيف منين من بي لي؟ طيب اول بي يبقى بقى ايه من بي بلغه الارقام البي ما بين السي والانفينيتي يبقى بيساوي كام؟ المفروض تبقى بكام؟ هتبقى نيجاتيف ايكوال انفينيتي زائد ار ايكوال 2 كيو على 4 ار يساوي ار سكوير دي ار. جبت انا منين الكيو الاي دي عوضت عليها منين؟ من المعادله بتاعتها اللي هي 1 اف وخدت دي ان اللي هي ايه دي ار واضربهم بالضد بوده تديني ايه؟ الايكويشن دي. لما تيجي تعمل ايه؟ طبعا معروف ان دي ايه؟ دي عباره عن ايه؟ الرد ده عباره عن ايه؟ البي سي ايه ماينس البي انفينيتي اللي هي بتعمل البي انفينيتي اللي هي البي وبالتالي دي عباره عن البي سي. يعني لو انا عملت الانتجريشن ده فاوصل للبي سي. لما نيجي نكملها ده هيوصلني ان ايه؟ ان البي سي ايكوال كيو على 4 على اكس ونص سي. اللي هي ايه؟ الكاميرا بتاعت حاله البوينت بالظبط. اللي هي ايه اللي احنا كتبناه. طب يبقى ده اللي هو الفي سي. لو انا المساله بالارقام كل اللي انا هدي لك ايه؟ هدي لك الفاليو بتاعت الكيو وهدي لك الفاليو بتاعت السي. يعني لو احنا عايزين الترجمه الارقام وانا بحب دائما ارضي الارقام يبقى لو انا قلت لك الكيو ايكوال كذا والسي ايكوال كذا يبقى تقدر تحسبها بالايه؟ كبورت كذا. طيب خلاص يبقى لو انت عندك الكيو وعندك السي اتحسب. هو في البدايه يعني انك انت ايه عندك الكيو ايكوال. طيب عايز احسب بقى ايه البي البي دي احسبها ازاي؟ يعني على الاوتر وعلى الانر بتاع اللوتشن البي بي بكام؟ عايز واحد يركز معايا يقول لي البي بي بكام؟
ايه تتوقعوها ايه؟ مور ذان. وانا لما باجي بتجه من انفينيتي ورايح على للداخل الفي بالمفهوم تزداد. يعني لو انا ايه؟ لو انا حسبت الايه؟ الفي عند انفينيتي بزيرو الفي سي هتطلع فاليو. لو انت حسبت عند الفي بي وقارنت الفاليو الفي بي بالفي سي ايكوال ولا نون ايكوال؟ ايكوال ليه؟ دي كل دي ايه؟ دي كل دي كونداكتيف ماتيريال يعني ده نتيجة هو ايكوال كله معدن يبقى ايه؟ جميع النقاط اللي عليه ليها نفس الجهد. وبالتالي البي بي هي نفسها البي سي. يبقى انا لو انا عندي البي والليف ده السي الاقي ان البي هي مستوى البي سي. يعني الحته دي الجهد ايه المثبت في قيمه معينه. طيب بعد كده يبقى انا عرفت البي بي هي نفس البي سي واللي خلاني ده كنت ايه ده كوندكتنج ماتيريال. طب لو انا رحت بعد كده عايز اطلع البي ما بين الاي والبي اعملها ازاي؟ البي ما بين الاي والبي تطلع ازاي؟ بنفس الفورم اللي هي البي ايه؟ اللي هي البي ايه؟ نيجاتيف البي دي ده يطلع كام؟ يبقى ال في اي ال في اي بي ايكوال كام؟ كيو على 4 باي ابسلون نوت على زي كام لو كان 1 على اي 1 على ار اي ماينس 1 على ار بي. بس الار هنا ايه؟ بايه والار بي بيساوي بي. يبقى في الحاله دي ال في اي بكام؟ نعم هتبقى الفاليو دي بلس ال في بي. خلي بالك انا ايه؟ انا طلعت انا ايه؟ ده البي بي ده مع فرق الجهد ما بين الاي والبي. لا انا عايز اطلع ايه؟ الفي اي. فالفي اي بي انا عرفته لو زودت عليه البي بي يبقى انا طلعت البي اي. يبقى البي اي هو عباره عن الترم اللي هو على اليمين ده بلس البي بي. فلو انت جاي انت حسبته فلو احنا حسبناها هنلاقي ان البي اي عباره عن البي اي بي بلس البي بي. البي بي بكام؟ البي بي بكام؟ اللي هي كيو على 4 بار ابسلون سي ولا بي؟ بتاع البي سي. لا حسبتها انا حسبت البي سي وزودته بالبي بي. فما ينفعش انا احول بي سي استبدل السي بالبي. يبقى انا غيرت البلد. طيب يبقى ده اللي هو البي اي. طيب لو انا بدرس اللي هي جايه من زيرو لغايه الايه؟ البي بكام؟ هي نفسها البي. لان ده ايه؟ يبقى بوتنشال سيرفيس هو عباره عن سوليد وكله كوندكتور. وبالتالي لو انا حبيت ارسم اللي هو طنه اللي هي الار مجله البي هقسمها لايه؟ مجموعه من النقط المطار الاولى اللي هي الايه والبي والسي من الدي والايه بسمتك ها؟ يبقى القيمه ايه؟ القيمه الثابته. القيمه الثابته اللي هي ايه؟ اللي هي البي. وبين البي والسي
قيمة صح اللي هي مين؟ اللي هي البي سي. طيب بعد كده بقى الايه للبي؟ ها؟ لما هطبق بايه؟ هطبق ايه؟ لو انت ايه دخلتها فانكشن في الار فهتلاقيها ايه؟ هتطلع حاجة زي كده. لو بدأت تطبق هتلاقيها حاجة زي كده. ده اللي هو ايه؟ علاقة مين؟ الفي. طيب لو انا ايه لو كنت في نفس الايه الدايجرام ده برسم الايه الفي في حاجه كده ده اللي هو الفي. يبقى لو انت عملت كومبارد بين الفي وبين الاي اقدر اخدك الايه؟ الفي عباره عن كونتينوس بينما الاي ديسكونتينوس. ده الكلام ده اللي انت يعني ايه ده اللي انت تطلع منه مش الواحد بيرسم حاجه ولا حاجه. لا بص هنا هنا خطوط متصله كلها لازقه. هنا الخطوط اللي هي بتاعت الالكتريك فيلد خطوط غير متصله. فبالتالي دائما معامله الالكتريك فيلد زي ما بقول لك وبعد كده لكن هي عباره عن ديسكونتينوس لاين. طيب فهمتوا المساله دي؟ هو مره واثنين لغايه ما تفهموها. طيب ايه قدامي انا كده معاكم حوالي يعني نص على ربع كمان. لا ده المفروض اقعد معاكم النهارده اطول معاكم. بس هي يعني انتوا لو انا خرجت ساعة الا ربع يبقى انت كمان انا خرجت اقل من وقتي. فساعة الا ربع كويس. اللي احنا درسناه لغايه دلوقتي درسنا ايه؟ لما بتكلم على البوتنشال لما قلنا ايه ان البي عباره عن يو على الفور باي اكس ونقطه ده عباره عن ايه؟ هنا لما اكتب البي ار يبقى انا بقصد الريفرنس فين؟ عند ايه؟ عند الانفينيتي. لو حطيت بلس يبقى ايه؟ في مكان معين. فخلي هنا الريفرنس في ريفرنس ال ار ايكوال اسعاد عسل ايه؟ القانون اللي انا عملته ده يديلك حساب البي نتيجه ايه؟ كام بوينت؟ بوينت واحده ولا اكتر من بوينت؟ بتهيألي اللي هي مركز دي نتيجه ايه؟ يو 2 1 بوينت 2 طب اف ايه ذير مور عن ايه عن الوان يبقى في الحاله دي اعمل ايه؟ يعني افترض انا عندي مربوع جروب بقى من الفرق اعمل ايه؟ احسب البي دي واحسب البي دي واحسب البي دي واجمعها. طب ايه ال الاسد؟ يعني يمكن انا وانا بتكلم ما قلتش ايه الاسد ولا الاصعب؟ ال الاسد حسابات الالكتريك فيلد ولا حسابات البي؟ يعني لو انا اديتك مساله اللي طالع فيه واحد بيسالني بيقول لي انا عندي ديسك ولا رينج اجيبها قلت لك كل الحكايات دي ممكن تجي لك ما عندكش مشكله وكلها موجوده في السلايدز. السلايدز اللي هي عندكم في المحاضره اللي هي الباور بوينت هتلاقي فيها كل الكلام. طيب لو انا قلت لك لو انا عندي ديسك واحسب الالكتريك فيلد عندي وادي لك ديسك وقلت لك احسب الفي انا اللي هيكون اسهل. ليه؟ ها؟ لان مفيش فيكتور وبالتالي ما بدورش هو القنبله فين ولا مش قنبله فين. كل اللي عليا ان انا اخد اليمنت واعمل انتجريشن وخلاص.
فبالتالي دائما حسابات البير المفروض تكون اسهل من حسابات الالكتريك فيلد. خلاص؟ السبب ايه؟ ان الالكتريك فيلد بيتعامل مع فيكتور بينما ايه؟ البي ما بتتعاملش مع فيكتور بتتعامل مع سكرر اللي هي جايه من ايه؟ اللي هي من اي ضد ال. طيب وبالتالي لو انا عندي ايه؟ مجموعه من السخونات على سبيل المثال لو انا عندي مجموعه من السخونات هما اللي بيسموه بوتنشال فيلد ليه؟ حد ما حدش قال ولا حد انتوا بتاخدوا الكلام وتعدلوا خلاص. يعني انا كل مره كل وقت بوتنشال غالبا يعني كتبتها كذا مره. لان البوتنشال اللي انا بحسبه جاي نتيجه ايه؟ يعني لكن انتوا مثلا في السيركس لا ممكن يكون جاي نتيجه ايه؟ اللي هو القرن والكلام من ده هو اللي بيعمل ايه؟ البوتنشال فالجود نتيجه القرن لكن هنا هو اللي بيعمل هنا نتيجه الاكتيف فيلد وبالتالي هو اربطه بالفيلد. فلو عندي مجموعة من الفصلات المفروض انديفيدوال اجيب ده لوحده واجيب ده لوحده واجيب ده لوحده واجمعهم واطلع ايه؟ المجموع بتاعه وبتجمع ايه؟ الجبري. عملية جبرية بتجمع البوزيتيف والنيجاتيف بتجمعهم عادي مفيش فيكتوريا كده. طيب وبالتالي ايه؟ هطلع البي نتيجة كيو 1 واطلع البي نتيجة كيو 2 واجمعهم واطلع او تطلع بالصورة دي. طبعا انت لو انت بتبص للكورس احنا يعني انا ببقاس معاك يعني ما بتقيس معظم المسائل ما بحط لكش بوينت تشارج بالمره فيها. انا ادي لك لاين ادي لك سيرفيس ادي لك فوليوم ادي لك حاجات معينه زي كده. لكن البوينت دي انتوا خدتوها من زمان وعارفينها. وبالتالي ايه؟ نفترض ان انا عندي مثلا ديسك عندي رينج الديسك ده عليه ايه؟ برضه عليه بوينت تشارج ولا مجموعه من البوينت؟ يبقى هاخد ايه؟ هاخد ايليمنت وابدا ايه اعمل عمليه انتجريشن فيه. لو انا عندي رينج، الرينج دي عباره عن ايه؟ زي ايه؟ هي عباره عن زي لاين. هاخد ايه؟ انكريمنتال لينس واطلع ايه؟ الفي نت نتيجته واعمل عمليه انتجريشن. لو انا عندي فوليوم هاخد دي في واعمل عليها ايه؟ نفس الكلام. وبالتالي نفس المفهوم اللي احنا طبقناه في الجبتك فيلد نقدر نطبقه هنا بس مع ايه؟ في معانا ان ده فيكتور وده مش فيكتور. وبالتالي ايه؟ اقدر ادي لك ايه؟ جنب بسيط اللي هي بتاعت ايه؟ بتاعت رينج، مسألة على رينج. الديسك تبقى انت تعملها. شوف الديسك ايه؟
يبقى هنا ايه المسألة هو بيديلك ايه؟ مديلك فين؟ يقول لك هو ايه موجودة فين؟ في الاكس واي بلين وعايز يحسب ال بي البوتنشال از ذا بوينت بي اللي هي البوينت دي اللي عدتك طبعا ده انا هقول لك احنا بنحط الكلام من ده عشان بنسهل المسألة لو حطيناها في نقطة عامة هتبقى صعبة هيبقى ايه؟ يعني هنا لما اتكلم على النقطة هنا ده عبارة زي كون يبقى كل ايه اللينس بتاع الكون متساوية لكن لو حطيتها في نقطة عامة كلها هتبقى مختلفة وبالتالي ايه الانتجريت هيبقى صعب معاك طيب هنعمل ايه؟ هطبق القانون اللي عندي ما انا ما عنديش الا ايه؟ ان الدي بي اللي هي القانون ده عباره عن دي كيو على 4 باي ايبسيلون نوت ار انا قلبت سيجما الى ايه عمليه انتجريشن هي بقى ايه لاين ولا سيرفيس ولا وبالتالي بقى ايه ده القانون اللي عندي فاول حاجه عايز اطلع ايه دي كيو عشان اطلع بي بقى هعمل ايه؟ هعمل انتجريشن دي كيو على 4 بار ايبسيلون نوت على ممكن اعمله على ريلانس على فوليوم على اريا حسب المساله طبعا المساله هنا ايه؟ انا عندي ايه رينج؟ الرينج دي عباره عن ايه؟ وبالتالي كل ما انا عندي هاخد ايه؟ الكمنتال لينس كده يبقى ده دي ان دي ان ده عباره عن ايه؟ الريد بتاع ايه؟ يعني ايه دي فاصل ده هيروح ايه؟ هيجي يتكلم في هنا عند النقطة دي هيبقى في البي نتيجة ايه؟ ان في ريت في ده هيجي عندك يبقى ايه؟ يبقى كل اللي عندي بقى من دي كيو عبارة عن نوع ال دي ان مع نوع ال في الاي دي فاي والار ايه ار دي؟ الار دي اللي هي بعد الايه؟ بعد الاليمنت عن البوينت وبالتالي الار دي لو انا قلت ار يبقى دي اللي هي لو انا سميت ار كارتر هي بتسمى يعني لو انا سميت ده ايه ار يبقى ده انا بعمل يبقى ال دي عباره عن 4 ال اي دي بار على 4 بار ايبسون ار او ار كده هعمل انتجريشن من الفايل من دي وجاي بوينت 5 فبصيت في كل اللي موجود بيعتمد على ايه؟ الانتجريشن ده بيعتمد على الفايل في حاجه بتعتمد على الفايل؟ الار كونسل ولا مش كونسل؟ الار كونسل في كل ده يطلع بره الانتجريشن فيبقى ايه؟ عباره عن طبعا مسألة سهلة الأصعب منها لما يبقى ديسك عيب الديسك ايه؟ ان الأرض مش هتبقى ثابتة فهيبقى ايه؟ تتوقف على التكامل لو تتك التكامل بس طيب هدي لك حاجة بقى كده الورق اللي معاك خلص يعني انا ما لحقتش النهارده ايه اكتب اكتر من كده بصراحه لان كتبت الكلام ده النهارده بس فانا ايه هواصل لسه بس تقريبا اديتك معظم الحاجات يعني في هذا الشابتر هدي لك فيه حاجه احنا الشباب لما كنا في الجاوز اخر حاجه وصلنا في الجاوز ايه؟ لو تفتكروا اللي هي دايفرجنس اديتك المفهوم بتاع الدب اللي هي ايه؟ اللي هي معادله ماكسويل اللي هي اول معادله لماكسويل اللي هي الدب دي بيساوي بي فاحنا في المفهوم ده طلعنا هنا ايه حاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها ايه الدب هنا هطلع حاجه اسمها ايه؟ جريديانت جريديانت وبرده في جريديانت سمعت عليها قبل كده مش سمعت عليها؟ يعني بس سمعت عليها ممكن يعني من ناحيه رياضه اكتر فهدي لك ايه؟ هوصل لمعادلة والمعادلة دي مفيش امتحان يخلو انك هتستخدمها في قلب الامتحان.
بالنسبه لي الاوراق ربطت الجزء اللي انا عملته حطيت اتصوره فهيبقى كده، لكن من الجزء اللي انا هكتبه دلوقتي يا ريت ايه تكتبوه. اللي عايز يكتب يكتب طبعا. هعمل البات، لكن البات مش هيبقى مهم، يعني انت ايه يهمك الصيغه النهائيه اللي احنا هنتعلمها.
طيب هو الاثبات لو انت بصيت الاثبات بسيط بس طبعا هو واضح ان هو استخدم اني كوردينيت اللي هي كارتيزيان كوردينيت عشان يبقى الايه امور سهله لكن هو المفروض هو اي عماله باي سيستم المفروض يوصل لنفس النتيجه. فيبقى هو ايه بدا ايه واعتبر الخط الاقوى خفيف في المسافه حتى البدايه. طب يا شباب انا يهمني ان ايه؟ النتيجه ما يهمنيش الاثبات زي ما قلت لكم. ممكن تسيبوا الاثبات بس الاقوى اكمل من عايز يهمني. اول حاجه هو ايه؟ الجريديان اللي هو جه اتكلم ايه؟ على عايز يتابع فرق الجهد بين ايه؟ المسافه صغيره جدا يعني الدلتا ال ايه بسيطه. فهو جابها منين؟ من المفروض ان الايه؟ هي كانت انتجريشن اللي هي اي ضد ال. لو انت بتتعامل مع الدلتا في يبقى اي ضد ال. كل اللي هو افترضه افترض ان الاي بالكارتيزيان كوردينيت ليها 3 كومبوننت اي اكس اي واي اي زد. وافترض ان الدي ال برضه ليه 3 كومبوننت دي اكس دي واي دي زد. وبعدين هنا هيعمل عمليه ايه دوم برودكت. فلما يجي يعمل عمليه دوم برودكت هتبقى ايه اكس دي اكس دي اي واي دي واي اتس اون. الكلام من ده انتوا بتعملوا في الرياضه والكلام من ده تقدر بالدي في تقدر تكتبها بالصوره دي مش كده؟ خدتوها في الرياضه ولا ما خدتوهاش؟ اعتقد انكم كنتوا خدتوها يمكن يعني في اعدادي في سنه اولى خدت حاجه زي كده. خلاص وبالتالي يبقى انا لما ايه استخدم المفهوم الرياضي ده مفهوم رياضي. المفهوم الرياضي يقول لي كده لو انا بعرف دي بي عباره عن فاكتور بي بالنسبه لاكس دي اكس اي سون وبالتالي دي المعادله دي هسويها هحسبيها 2 والمعادله دي هحسبيها 1. المعادله دي من مفهوم الفيلد المعادله دي من مفهوم الرياضي. فلما ايه عمل عمليه كومبارزون بين الايكويشن نمبر 1 والايكويشن نمبر 2 يقدر يستنتج ان الاي اكس عباره عن فاكتور بي بالنسبه لاكس اي واي فاكتور بي بالنسبه لواي سون. يجي يرجع هو عارف الاي اكس اي واي اي زد تعوض عليهم في الايه في الفرض اللي هو فرض فيه اللي هي اي اكس اي واي اي زد فيوصل لمعادله فيها ايه نيجاتيف بارتر بي بالنسبه لاكس اي اكس بارتر بي بالنسبه للواي الواي اي وان سو اون. ده اللي هو بيسموه ايه؟ جريديان. وبالتالي دائما وابدا الريكتد فيلد بيساوي ايه؟ جراد في. وبالتالي تاني هنا دي المعادلة يمكن رقم 4 ده انا اقدر اقسم بيها الالكتريك فيلد. يعني قبل كده احنا قلنا اتفقنا على ايه؟ قلت لكم في ثلاث معادلات احنا استنتجنا ايه نقدر نتعامل بيهم نحسب الالكتريك فيلد. اول واحدة اللي هي كولر. ثاني حاجة اللي هو جاوس. المعادلة الثالثة قلت لك اللي هي ماكسويل. اللي هي ايه؟ دي دي بيساوي في. لو عندك في تقدر تحسب الدي تقدر تحسب الاي. المعادلة الرابعة الترم اوف في اقدر احسب مين؟ الاي. وبالتالي دلوقتي يبقى دي الكلام من ده خلي بالك انا ممكن اسالك سؤال نظري في حاجه زي كده اقول لك ايه الطرق الديفرنت ميثود اللي انت تقدر تحسب بيها الاكتيف فيلد فانت هتقولهم لي بدون ما تحكي القصه هتقول لي 1 2 3 4. وبالتالي يبقى دي اللي هي ايه وكل حاجه جديده هتاخدها هقولها لك لكن لغايه هذه اللحظه في اربع ديفرنت ميثود تاخدها. هنا لازم تبقى الفي عشان اطبق الاي هنا. البي هتبقى كونسنت ولا المفروض يبقى ايه؟ فانكشن في حاجه عشان اعرف اعمل عمليه تفاضل. المفروض تبقى ايه؟ البي فيرب لو هي كونسنت هينتج عنها الاكس فيلد ايه؟ دي. وبالتالي هدي لك اكزامبل كده بسيط سريع جدا هو يعني ايه المفهوم هنا؟ مفهوم رياضي. طبعا هنا الجريديان لما تيجي تبص في الاسفلت بقى مش ايه مش هكتبها لك دي الجريديان في حاله اي كوردينيت اللي هي الكارتيزيان كوردينيت. في حاله السيلندريك كوردينيت دي حاجه ثانيه دي صوره
لان دي سهله، تفاضل بي بتقدر اكس، تفاضل بي بتقدر واي، تفاضل بي بتقدر زد. طبعا الاي البي سكير، بينما الانتر فيلد فيكتور وبالتالي بيطلع اشوف ايه. وبالتالي مساله الجريديان والكلام دي مسائل كلها رياضه اكتر منها اي حاجه. طبعا واضح هنا المساله ايه اللي انا عملتها، هي رياضه اكتر من اي حاجه المساله. يعني هو مدي لك الفي، كل اللي انا عملت عمليه ايه؟ ان انا فاضلت بالنسبه للاكس، فاضلت بالنسبه للواي للزد، ان سو ان وعوضت وخلاص. طيب سمعتوا على حاجه اسمها الدايبول؟ الدايبول
سمعت عليه ولا لا؟ طيب. يبقى لو انتوا بصيتوا على الفراغ الدايبور ده ايه؟ نفترض اللي هو ايه؟ عندي سيرتن بوينت بي والمطلوب مثلا وليكن انا عايز احسب الانتجريت عايز احسب البي بكام بي. اول حاجه تيجي ايه؟ اول حاجه الدايبور ده عباره عن ايه؟ هو عباره عن شحنتين الاثنين مالهم؟ عكس بعض ايكوال يعني وليكن ده انا كاتبها كده واحده بوزيتيف والثانيه نيجاتيف والمسافه اللي بينهم مسافه صغيره جدا جدا يعني نفترض ان المسافه اللي بينهم 1 ملم 2 ملم وفي نقطه على بعد مسافه كبيره جدا منهم عايز يحسب نتيجه الفي عندها يبقى التوك ده بيمثل لك دايبور يبقى الدايبور ايه عباره عن ايه بصفه عامه سخنتين عكس بعض وبقى المسافه اللي بينهم ايه؟ الديستانس فيري فيري سمول اللي هم السطرين اللي انا كاتبهم هم الجهاز فيهم خلاص؟ طيب نفترض ان يا شباب نفترض ان المسافات النقطه موجوده فين اللي انت عايز تحسب عندها البي؟ اللي هي عند ايه؟ عند اللي هي البوينت بي اللي هي ايه؟ فار اواي فروم ايه؟ اللي هي كيو ايه ونيجاتيف كيو
طيب لما تبقى نقطه بعيده قوي براتف للمسافه دي تقدر تعتبر ايه ار1 وار2 ايكوال وايه في نفس الوقت ايه بتقلي بقى يبقى في الحاله دي لو هي المسافه بعيده جدا انا بعتبر دي الاثنين كبر قلب الايه منطبقين على بعض باي وبالتالي خطين تقريبا امبارح وبالتالي يبقى الحاله دي الأول بعيد 2 أفضل نعم تاني ما أقول لك الثاني اللي المسافة دي خلاص دي برضه قريبة من الفكرة المسافة دي بين فأنت عشان تبتدي من النقطة دي على النقطة دي المسافة بينهم 1 مللي بتكون لحد غير نص سم لما تتحركي من المسافة دي ل 100 متر تقريبا ايه؟ الخطوط دي تبقى ايه؟ لو انت على مسافة 100 متر بصيتي من النقطتين هتلاقيهم هما كانوا على بعض منطبقين على بعض وبالتالي المسار بتاع خط الطريقين الاثنين كانوا على بعض منطبقين على بعض وبالتالي ممكن نعمل عملية ابروكسيميشن الأول تقريبا مرفوض بدل ده الكلام ده بيتسال ده بس بدل ما هو المفروض مين الأكبر في الرسمة اللي أنا هعملها؟ الأر 2 أكبر من الأر 1 بالدقيقة دي لو أنت اعتبرتهم بره يبقى الفرق اللي بينهم اللي هي المسافة الصغيرة لكن المسافة مش كبيرة المسافة صغيرة جدا وبالتالي يبقى إيه الأر 1 والأر 2 ممكن أعتبرهم بره طب لو هو لو طلب منك يا شباب بالكلام اللي احنا قلناه دلوقتي لو طلب منك البي بي بالايه بالطريقه العاديه بدون ما انت تفهم ده دايمور انت هتعمل ايه؟ هتحسب البي نتيجه البوزيتيف كيو هتحسب البي نتيجه النيجاتيف كيو البوزيتيف كيو اللي هي كيو على 4 باي ابسلون ار 1 والثانيه اللي هي ايه النيجاتيف كيو على 4 باي ابسلون ايه ار 2 وتجمعه يدينا ده اللي هو ايه؟ ده اللي هو الاكل لكن لو انت هنجي نعمل عمليه ابروكسيميشن نتيجه المسافه بعيده فهطلع لك حاجة سريعة جدا وبعد كده هستوب على كده لأن أكتر من كده مش هقدر كفاية على كده يا شباب طيب يعني إيه؟ خلي بقى يعني برضه اللي إيه اللي هي اللي هي تقريبا اللي هي المحاضرة رقم 4 تاني ده أنا بقول لكم إيه المفروض تجمعوا من الإيه إل إم إس من سبعتكم إلا لو أنتم مش عارفين تدخلوا على الإل إم إس لكن أنا متأكد أنكم المفروض تعرفوا تدخلوا عليه تعرف ازاي تدخل عليه تقرا اللي هي المحاضره رقم 4 في اثبات دلوقتي انا هقول لك عليه حتى انا في السلايد قلت لك ايه بدون بوم اديتك النتيجه بدون بوم وبالتالي الكلام ده انا هعمل الاسبوع الجاي هدي لك ايه القانون بسرعه هطبق عليه القانون مهم ها برضه لا يحرم من الامتحانات انا مش عايز ادورك في عجاله ما ينفعش انه هيكون في عجاله فانا اقرا فيه اللي هي المحاضره رقم 4 اخر السلايد اللي موجوده فيها نتكلم على موضوع الانرجي في قانون اللي هو الاستورد انرجي اللي هيبدا يحسب بيه ففي ايه تبص عليه حصرتوها ما حصرتوهاش انا على العموم بسبعتك
تعمل عشان تفهموا اللي انا عملته ايه، عمليه تربيه ايه. انا لما في الاول رسمت ايه؟ عندي من الطيور من البوست كيو بيعمل مسافه اسمها ار1، ومن النيجاتيف كيو بيعمل مسافه اسمها ار2. لو انا اخذت اعتبرت ان المسافه دي فيري فيري سمول، ليه ارتفع الار1 وليه ارتفع الار2؟ اعتبرت ان الار1 والار2 اربعه. طيب المسافه دي في واحده على ايه؟ اللي هي الراس كيو موجوده على ايه؟ نص الزد، والثانيه على الليجا الزد. انا ممكن اعتبرهم هما الاثنين موجودين فين؟ كما لو كان عند الاوردن، عند الاوردن سميت الايه؟ البعد ده اسمه ار. لو انت حسبت الار يعني انا ايه؟ هي ايه؟ الترم اوف ار 2 وار ايه؟ ار 1. الفرق بس ما بين الار 2 والار 1 اللي هي المسافه. لو انا اعتبرتهم بقى ان بطل ادي ار 1 وادي ار ايه؟ وادي ار وادي ار 2. ايه الفرق بين ار 2 وار 1 اللي هي الجزء الصغير ده؟ المسافه دي دي. يبقى دي دي كوزانسيت. يبقى ايه؟ لو انت جيت عوضت هنا الار دي، الار 2 ناقص الار 1 هي عباره عن دي كوزانسيت. الار 1 والار 2 هقدر اعتبرهم ايه؟ هما نفسهم الار. وبالتالي انا ايه؟ يبقى انا مصدر دماغي يبقى القانون اللي احنا وصلنا له في الاخر انا ما تهمنيش الار 1 ولا تهمني الار 2. انا كل اللي انا هعتبره ان انا هحسب الايه؟ البوينت بي من الاوردن. يبقى دي هي الار بتاعتي. ودي لو هيدالك وهيقول لك اديني مثلا 1 مللي 2 مللي ولا حاجه وتعوض عليها وتحسب القانون. طبعا المفروض بقى حاجه زي كده سيتا لازم تكون انت عارف الانجل بتاعتها وايه المعارضه فيها. كفايه انا اعتقد ايه كده ان انا النهارده مقابله طويله. والريت زي ما بقول لكم السلايز اللي هي بتاعت اللي بتوصل تنط فيها انت بتصدق لو انت معاك رقم الموبايل بتاعك. قول لي بس ايه